السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. النهاردة ان شاء الله جايبكم فيديو جديد ووصفة جديد. وصفتنا النهاردة ان شاء الله هتبقى لتبييض وتفتيح البشرة وتفتيح الاماكن الحساسة اللي هي زي تحت الابط، اي اماكن حساسة في الجسم. يا جماعة ان شاء الله المكون اللي احنا هنعمله دوت ده بتشيل كل المشاكل ديت. حتى برضو الركب بيبقى فيه حتت سمرة كده عند الركبة ولا حاجة، ده برضو ممكن ندهن منها. ده يا جماعة بتشيل كل الحاجات دي. من اول 3 استعمالات باذن الله هتلاقي راح الاسمرار ده نهائي. خلاف كده وكده كمان ده بيخلي الجسم ريحته حلوه طول النهار وبيخلي الجسم ريحته جميله جدا. لايك يا جماعه للفيديو، شير الوصفه ان شاء الله علشان بنات كتير تستفاد منها. واللي لسه بيشوف قناتي يا ريت يعمل اشتراك للقناه ويفعل الجرس ان شاء الله عشان يوصلوا مني كل جديد. ويلا بينا نحضر الوصفه بتاعتنا النهارده مع بعض. مبدئيا كده يا جماعه انا معايا معلقتين اتنين من النشا. دي كده اول معلقة ودي تاني معلقة. تمام، ده كده اول وصفة هنعملها كده مع بعض. بعد كده معايا البانيليا. ده يا جماعة البانيليا العادية ده بتاعت الحلويات، ممكن تشتريها من اي سوبر ماركت اي مكان بتبرد. الكيس ده رخيص مش غالي ولا حاجة، بس في نفس الوقت بيدي ريحة جميلة جدا. وفي نفس الوقت برضو يا جماعة الوصفة ديت لو حطينا عليها البانيليا ده بتفتح البشرة وبتفتح اي مناطق حساسة عندك. هاخد منها كيس كده، حابة تاخدي كيسين مفيش مشكلة خالص، حابة تعملي كيس اعملي كيس. هنفرغ كل محتاجة الكيس دوت. بعد كده بنقلب المكون في بعض كده. باخد معلقة مية دافية وابدأ برضو ألف. حابة ان انت تضعفي الكمية ضعفيها، مش شرط ان انت يعني تعملي كمية معينة، لا ضعف الكمية. نحط كمان شوية مية صغيرين كده. طبعا انتوا عارفين النشا يا جماعة بتبقى جامدة شوية، فلازم على طول دايما نقلب فيها. بالشكل ده كده. معايا بعد كده ايه؟ معايا الفازلين. ده يا جماعه فازلين طبي اهوت، هاخد منه حته صغيره برضو. وهبدا برضو ان انا الفها كده. ريحتها جميله جدا وانا بعملها. دي لو حطيناها بقى على اي منطقه في الجسم او اي منطقه، سواء اذا كان بشره او تحت الباط او اي ما يعني او اي منطقه حساسه، دي بتحطها كده لمده 3 ايام. ده ان شاء الله بتشوفي النتيجه بعينك اهو. يا ريت يا جماعه نعمل كويس جدا علشان طبعا بيبقى فيها يعني فيها حاجات كده مخرزه، نلفها كويس جدا. طبعا ده فازلين والفازلين لازم يعني ما بيدوبش بسهوله. شايفين بالشكل ده كده اهو، بقت معايا كده اهو. بعد كده يا جماعه معايا عصره ليمونه اهيت، بنحط عصره الليمونه زي ما انتم شايفين كده. وبرده بفضل حسيت ان المكون جه معاكي يعني سايد شويه ممكن تحط له شويه نشا. ده كده يا جماعه حطيت شويه نشا اهوت، لان طبعا ساعه ما عصرت الليمون بقت سايله معايا شويه، فالاحسن ان احنا نحط عليها شويه نشا عشان تبقى ماسكه شويه. ده
زي ما انت شايفين كده اهوت، ده القوام اللي انا محتاجاه، وبفضل الف. شايفين بقى عامل زي الكريم ازاي اهو. ده بقى يا جماعه ممكن نحط الكميه ديت، اكتر حاجه ان انت ممكن تعمليها تسيبيها لمده اسبوع في الثلاجه، بتسيبيها لمده اسبوع في الثلاجه تاخدي منها. اعملي الموضوع دوت 3 ايام كده في الاسبوع، وان شاء الله بعد 3 مرات هتشوفي النتيجه بعينك. بعد كده بنستعمله، طبعا لو هتستعمله على بشرتك هنستعمله بالطريقه ديت كده اهو، بالشكل ده كده. اي منطقه عندك بقى هتدهنيها، ده ما شاء الله بتخلي ريحه الجسم حلوه، يعني انت تفضلي ريحه جسمك حلوه طول النهار. وانتوا عارفين طبعا ريحه الفانيليا بتبقى كويسه جدا، وبتبقى ريحتها جميله قد ايه. لو انت عملتها بالطريقه ديت اي منطقه عندك وعملتيها هتبقى ريحتك حلوه طول النهار. اعملي الطريقه ديت 3 مرات في الاسبوع، وده ان شاء الله هتجيب معاك نتيجه ممتازه جدا. ده خلاف ان هي بتخلي ريحه الجسم حلوه، ده يا جماعه بتفتح بتعمل على تفتيح البشره وترطيب البشره. ده ان شاء الله هتسيبي المكون اللي احنا حطيناه دوت لغايه ما ينشف على البشره خالص، بعد كده بتغسليه بشويه ميه دافيين، هتشوفي النتيجه بعد ما كل المكون دوت. ده ان شاء الله ممكن ما يبانش معاك من اول مره، من ثالث استعمال ده ان شاء الله هتشوفي النتيجه، هيخلي الاسمرار اللي تحت الباط واللي في المناطق الحساسه ده ملوش اي اثر نهائي. تمام، في وصفه تانية ان شاء الله برده علشان الناس اللي هي بتتحسس من الليمون ومش حابه ان هي تحط ليمون هقول لكم برده عليه. ده تاني وصفه يا جماعه معايا بقى اهيت، برده هناخد معلقه نشا زي ما انتم شايفين كده اهو، كمان شويه اهو، هناخد عليها معلقه لبن بودره. ده يا جماعه لبن بودره اي نوع انت بتفضليه، وهنبدا نقلب المكون بتاعه، وزي ما قلت لكم برده على حسب الكميه اللي انتم حابينها بالطريقه ديت دي كده. معايا معلقه شوفان مطحون، ده يا جماعه ده شوفان مطحون، انت ممكن تطحنيه عندك على الكبه بالطريقه دي. الوصفه دي يا جماعه للناس اللي هي بتتحسس او البشره بتاعتها بتتحسس من الليمون تعمل الوصفه ديت. ده كده 3 مكونات مع بعض، يبقى انا حطيت نشا وحطيت لبن بودره اي نوع لبن بودره، وحطيت معلقه شوفان مطحون اهو. ممكن برده تحط كيس فانيليا اهو، ده يا جماعه الفانيليا اهوت، ده برده انا هحط كيس على الوصفه بتاعتنا ديت. ده كده انا حطيت اهوت الفانيليا وقلبت المكون مع بعض. بعد ما حطينا 3 مكونات دولت، معايا ميه الورد زي ما انتم شايفين اهوت، ناخد كده معلقه ميه ورد، كمان كده معلقه، وهبدا ان انا اقلب المكون، ولو احتاجنا برده هحط. ده يا جماعه يعتبر مبيض ومقشر في نفس الوقت، ده كويس جدا. ده خلاص اهوت بقى بالقوام ده كده، هحط بس كمان شويه صغيرين ميه ورد اهو، ده كويس بقى. ده ميه الورد مع الفانيليا ما شاء الله بيدي ريحه جميله جدا، يفضل جسمك طول النهار ريحته جميله جدا، خلاف كده كمان ان هو بيفتح البشره كويس جدا والاماكن الحساسه برده يا جماعه. ده كده القوام اللي انا عايزاه اهوت، تمام. نقلب خالص لغاية ما يبقاش فيه أي تكتلات في قلب في المكون معايا بالشكل ده كده. ده كده يا جماعة خصوصا لو انت عملتيه في الصيف، طبعا انتوا عارفين ان في الصيف بيبقى فيه ريحة عرق، فيه ريحة جسمنا طبعا بيبقى كله عرق والحاجات ديت، دي لو انت عملتيها مرة في اليوم ده يخلي جسمك ريحته جميلة جدا، مفيش بقى أثار لريحة العرق ولا الكلام ده كلاته، خلاف كده كمان ان هو زي ما قلتلكم بيبيض البشرة. انا دلوقتي كده ده كده اهوت،
نحطه على البشر بتاعتنا بالشكل ده كده، وهسيبه لمدة 10 دقايق. كل ما ينشف هرجع برضو، يعني بعد ما الاقيه نشف كده برجع ادهن تاني زي ما انتم شايفين كده، وبعمل عملية فرك كده للجسم بالشكل ده كده. ده يعتبر كده يا جماعة، يعتبر انا بعمل عملية فرك للبشرة في نفس الوقت مبيض للبشرة. ده كده انا هسيبه لغاية ما ينشف، وزي ما قلت لكم بعد ما ينشف هقوم عايدة عليه تاني واعمل اكنك انت بتفركي البشرة معاكي كده بحركة دائرية كده. ده هتبقى كويس جدا للبشرة معانا. اتمنى يا رب يكون الفيديو بتاعنا عجبكم، متنسوش تعملوا لايك للفيديو، شير يا جماعة بإذن الله عشان ناس كتير تستفيد من الوصفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.